صباح الخير، اسمعوا هالخبر. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم حشرة إلكترونية للبحث عن جنوده في غزة، ومهمة هالحشرة كشف المتفجرات وتحرير الأسرى. أما بالمقابل، دولة فارسية كسرت المنابر هي وتحكي عن الجنوب وفلسطين، وبأرض المعركة أرسلت جنودها إلى الشام وبغداد وعدن. كل يوم شباب عم بيسقطوا تحت عناوين وشعارات وهمية، تارة حماية المقدسات وطورا مقاومة الإرهاب، والحقيقة أطماع وتوسع ووهم السيطرة على شعوب المنطقة ودولها. واللي عم بيحكوا اليوم هو غير يلي ماتوا، وهيدا بس تحية للقدس ويافا وكل فلسطين وبس. بكرة أحد الشعانين، بكرة تضاء الشموع، بكرة ترفع أغصان الزيتون بالساحات لاستقبال ملك المجد. اللبنانيين يلي أثبتوا أنهم شعب بحب الحياة ورغم الضغوطات الكتيرة والوضع المعيشي الصعب، مصرين أنهم يعيشوا العيد بكل معاني، على أمل أن الأعياد المباركة تخلق أمل بيمحي الحقد وبيهزم اليأس وبيبعث الرجاء. كيف كانت تحضيرات اللبنانيين للشعانين بظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ الجواب منتابعه بهالتقرير. يعني هلا انا شفت هون بالفيترين تقم للصبي ب 200,000 ومعاش الرجال 500,000، كيف يعني؟ ما انا نسيت خبرك شغله، ما هو العيد اجلوه انت بس ما معك خبر، اجلوا العيد هلا يشوفوا الاوضاع كيف بتصير، مثل ما اجلوا رئاسه الجمهوريه هلا مأجلين العيد، ما بعرف امتى بيجي مزبوط ما بعرف. نعمل بيت، عم نعمل اشياء للعيد اكيد، هيدي يعني موسم. موسم حلو كمان. بنعمل معمول، بنعمل بجوز وبتمر بفستق حلبي، نحن هيك بنعمل نحن شغل ايدنا. هلا بدنا نطنش لانه مصاري ما فيش. يعني بس كنا نساوي شوية معمول للعيلة كانت، كنا نساوي 10-12 كيلو، عم نساوي 2 كيلو. ما في. قبل أيام قليلة من العيد وجوه المتسوقين شبه غائبة والمحلات خالية من ضجة العيد، فبيكتفي معظم المواطنين بالتفرج على الوجهات، وفرحة العيد اللي ما بتخلى من القلق بيبقى إلى مكانة بنفوس صغار والكبار. ما في مصاري يعني، منا أسواق عيد وبهجة وهالخبار، إنه عالم عادي. لا لا لا، مش أبداً أبداً، ولا في أجواء ولا شيء. ليك السوق شوف، في حدا على الطريق إلا أنتو؟ يعني بلشنا نحضر، ايه كل شيء محضرينه، صرنا خالصين الحلو والاشياء والشمع والكذا. هلا في ناس مبسوطه المرتاحه ما ماديات تشتري، واللي ما معها لابده يعني من مثل ما بيقولوا من قريبه شيء، انه مثل الاول لا ما في. ما حاسه هالحركه يعني، ما كانه في عيد او شيء. الوضع بتعرفي كيف الوضع من الاسعار، عم اقول انه في تنزيلات ديسكاونت، بس بتحسي انه مع الديسكاونت في كمان غلا، هيها انه ما حدا بده يتشجع انه يشتري ولا يجيب. نحن يمكن بنحس شوي بالجبال بعدنا ارحم، الكعك المعمول هيدا، بس كزيني وهلا ما في رجعه عيد. الشوارع أكثر من هادية، حتى حركة السير عادية، فأسواق فرن الشباك وعين الرمانة بيتشابهوا من حيث الفراغ اللي أصبح سمة لبنان، فاستقبلوا الشعانين وسط خيبة التجار والمواطنين اللي برحلة بحث مستمر عن البضاعة الأرخص سعراً والاكتفاء بالحاجيات الضرورية، والسياح والمغتربين اللي قرروا مقاطعة لبنان هالسنة. الأم لما بيكون في عيد تجمع أولادها، بتحبوا هني ولادهم، ما في أعز من الولد غير ولد الولد. لمين بك تحضر؟ ما في حدا، لأنه السوق فاضي، تفتح وبتسكري مثل ما كأنك ما فتحت ولا شيء. منطقة عدنان العافية صدقيني، إنه مش مثل كل مرة يعني، لأنه في ظروف بالمنطقة كلها أبطأ من كل سنة، بس بنتمنى إنه إن شاء الله تتحسن. يا ريت بتذكر أيام الماضي، سأل الله أيام الماضي كنا نفوف وران بأيام شو. We'll be right back.
منتابع حلقتنا، وبكل الأحوال كيف ما كانت الأوضاع الاقتصادية ما بنتمنى العيد إلا يحمل معه كل خير وبركة. بالتعاون مع نقابة مزارعي الأزهار والشتول بلبنان، نظمت شركة سوليدار سوق الزهور احتفالا بفصل الربيع وعيد الأم بأسواق بيروت. تقرير عن هالمهرجان يلي استمر 3 أيام منتابعه سوا. جايبني سلام عصفور الجناين، جايبني سلام من عند الحنان، جايبني سلام عصفور الجناين، جايبني سلام. فصول السنة ما بتحلى إلا ببيروت، فلكل فصل بهالمدينة أسلوب خاص ونكهة مميزة، ولا أسواق بيروت ذكريات الخاصة مع فصل الربيع. فأحياء الذكريات القديمة والتاريخية، نظمت شركة سوليدار بالتعاون مع نقابة مزارعي الأزهار والشتول سوق للزهور تحت عنوان سوق الياسمين، احتفالا بفصل الربيع وعيد الأم. زهر ما له وقت بعتقد، والزهرة البيروتية العالم عودة على ريحتها، وشوارع بيروت عطول فيها الياسمين وريحة الياسمين، فهو بذاكرة العالم وبذاكرة المكان. يعني كتير عم نحب تفاعل مع الناس، الناس كلها عم تقلنا ليه مش من قبل جيتوا، وعم ينبسطوا كتير بالألوان، عم يتفاجئوا وعم بيقولونا هول البيع ولا بس هيك عارضينهم. رائحة الياسمين وألوان الربيع وانتشار الورد بكافة أنواعه بوسط سوق الجميل بأسواق بيروت أعادت اللبنانيين إلى ذكريات ما قبل الحرب. عم بيخلق جو من البهجة والفرحة، وعم بينسينا الهموم الاقتصادية والاجتماعية والحرب. بالعكس هذا جو كتير جديد، خصوصا بمناسبة مثل عيد الأم. شيء حلو كتير، يعني من بعد الواحد بيكون هيك بيتذكر القديم. طبعا سوق الطويلة وسوق أياس وكل هالأسواق القديمة. كان في بركة العنتبلة، كنا ننزل، وهيدي الأشياء كتير حلوة، يعني سبحان الله بتذكرك باللي كان من زمان. احنا لأنه ماضينا حلو رجعنا له، هلا رجعنا له بس على شيء جديد ومطور وحلوين مثلكم. ان شاء الله كل ايامكم ربيع. وفكره كثير حلوه اكيد للنسوان والامام وللكل، هذا كثير مهم. يا امي ما 9 شهور حملتيني، وها ويا ما يا امي ما بشعرك كبرتيني، وها لفصل الربيع رونق خاص، فمعه بيرجع الأمل والحياة لكل شجرة وكل زهرة. وسوق الياسمين هو أيضا أمل لإعادة الملامح القديمة لأسواق بيروت. عندي سوق ورد وعندي جنينة أكثر من سوق، وبضل بحب شوف الورد. هيك لازم دايما يضلوا مزهري لنا هالدنيا مفرفحينا. ما بيروت كلها زهور بالأساس، كل جنة بيروت. جنة، تعرف شو جنة؟ جنة من السماء بيروت، نزعوا لنا إياها الله يسمعهم. يا ريت يا ريت كل يوم بصير في مهرجان الزهور، يفرجونا الزهور بقى، يفرجونا دم لعبة بقلبه صحيح طلعت اللي روعة. وسلم نياتكم وأتمنى يصير عندي مثله. تحب الورد؟ أوه عندي كتير، عم فتش إيش في شي شكل ما عنديش منه. طيب خبرينا. خلاص فقرة عم نكون على موعد يومي ما عم نعرض من خلالها لقطات أو فيديو مهضوم عم بيتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رح نشوف شو اخترنا لليوم.